نرحب بضيفنا اللي انضم لنا عبر خدمة الزوم البروفيسور فؤاد عودة خبير الصحة العالمية. مساء الخير ومرحبا بك. يا مرحبا وسهلا بروفيسور. مساء الخير. مساء الخير إمارات. حياك الله. طبعا الحديث حول الفيروسات اللي أصابت العالم مؤخرا ما زال قائما، وكثير يعني قاعدين نسمع هذه المواضيع، لكن مؤخرا انتشرت دراسات علمية تحذر من عودة فيروس الزومبي المجمد بعد غيابه تقريبا 48 ألف سنة. فشو هي التفسيرات العلمية حول هذا الموضوع وعودته؟ نعم، بالنسبة لهذه النقطة في توضيح أنه كثير من هذه الفيروسات تم اكتشافها والتكلم عنها بس إعلاميا قبل وباء كورونا فيروس، ما كانش اهتمام كبير مثل الاهتمام اليوم. صحيح. بعد وباء كورونا فيروس، عشان هيك يعني وباء كورونا فيروس للأسف الأشياء السلبية اللي جابها حضر الجميع بشيء إيجابي، إنه لازم نأخذ في كل تغير أو وجود فيروس الاهتمام ونغلطش غلط كورونا فيروس. هاي نقطة مهمة، عشان هيك في المدة الأخيرة بالإعلام وبالمجال الطب نتكلم بكثير عن ظهور فيروسات. نعم. النقطة الثانية، هذا الفيروس زي ما تفضلت الصديقة بالاستوديو عندكم شرح كامل. نعم. كان متجمد. تغير البيئة وتغير الطقس من درجة الحرارة المرتفعة، كثير من الثلوج ذابت. نعم. لما ذابت الثلوج للأسف تحت الثلوج موجودة كثير من الفيروسات والبكتيريا والباراسيتات الثانية، وليس فقط فيروسات. عشان هيك بسلالة الفيروس الزومبي في عندنا تقريبا 13 سلالة، وبيقدروا يعيشوا تحت الأرض وتحت الثلج من 27 ألف سنة إلى 50 ألف سنة. صحيح. وعشان هيك تغير الطقس للأسف بالنسبة للجفاف، بالنسبة للتلوث، بالنسبة لدرجة الحرارة ارتفعت بكثير، بالنسبة لشرب المياه الغير نظيفة. نعم. والأكل غير نظيف، عشان هيك زادت نسبة ظهور فيروسات واحتمال إنه الفيروس يوصل إلى الإنسان. نعم. عشان هيك يجب أن نأخذ الحذر بشرب المياه والأكل الملوث، للأسف موجود كثير في الدول الفقيرة. صحيح. بروفيسور، عندي نقطة، يعني أنت ذكرت أن التغير المناخي له تأثير كبير على مستوى الفيروسات والكثير من الأمور، يعني بالتأكيد اليوم يؤثر التغير المناخي بشكل أساسي على البشرية، ولكن اليوم ليش أصبحنا نشهد عودة هذه الظواهر مجددا، سواء على صعيد مش بس الفيروسات، حتى الكوارث الطبيعية؟ نعم. ليش؟ لأنه في صارت القارات اللي فيها درجة الحرارة عالية كتير وفي جفاف. يعني وإذا بنأخذ اليوم القارة الأرضية، الأغلبية في القارة الأرضية هي جفاف وليس مكسمة زي الموسم الشتاء والصيف والمطر بكثرة. من طرف ثاني زادت نسبة المصانع والاقتصاد في العالم، عشان هيك الغاز تركيزه عالي كتير. نعم. في القارة الأرضية المصانع التي لا تحترم جميع قوانين احترام البيئة. نعم. التي لا تحترم عدم التلوث البيئة، وفي نفس الوقت كل المواد اللي بتنتجها المصانع وهي بكثرة
وللأسف فيش مراقبة لجميع المواد اللي يتم كبها في المناطق اللي غير مراقبة. عشان هيك زي ما احنا شايفين عدة عوامل لا تساعد مقاومة ظهور فيروسات، بكتيريا، تلوث، الأمراض اللي بتنتجها التلوث. عشان هيك احنا بحاجة لصناعة، بس في نفس الوقت الصناعة بتأثر على الصحة وعلى جسم الإنسان، وإذا فيش مراقبة يوميا بالنسبة للمصانع الكبيرة وخصوصا في الدول الأوروبية والدول النامية. والنقطة الحساسة الكبيرة المسافة بين الدول الغنية والدول الفقيرة صارت أزيد. فيش تعاون دولي بين الدول الغنية والدول الفقيرة ومساعدة الدول الفقيرة. نعم صحيح بروفيسور صحيح. طبعا حسب علم الأمراض والأوبئة، كيف تتم تقييم خطورة هذا الفيروس في حال انتشاره مجددا، وكيف ممكن نواجهه؟ هسا بالنسبة للفيروسات، الفيروسات بنعرف في فيروسات جديدة زي كورونا فيروس لما ظهر بكاش عندنا معلومات وتعلمنا نعم. المعلومات شوي شوي، سوينا اللقاحات والنصائح والإرشادات بالنسبة للوقاية. وتقريبا النجاح الكبير اللي صار بالنسبة لكورونا فيروس التطعيم، قاوم الأعراض الخطيرة وليس قاوم انتشار الفيروس. نعم. بالنسبة للفيروسات اللي متجمدة من سنين كثيرة مثل ما الفيروس اللي بنتكلم عنه اليوم فيروس الزومبي، صعب انه في يوم وليله يصير سريع ينتشر الانتشار مثل كورونا فيروس اللي كان كل شخص يعدي 16 شخص. نعم. عشان هيك لازم ناخذ في عين الاعتبار الوقايه زي ما ذكرنا، المياه نظيفه، الطعام النظيف، في نفس الوقت المختبرات المتخصصة لكورونا فيروس لازم تعمل تعاون دولي مستمر لكل معلومة مثق فيها طبيا وليس سياسيا أو اقتصاديا، وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. بنتأمل أن منظمة الصحة العالمية تأخذ دورها المستقل من ناحية اقتصادية وسياسية. فقط بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات الموثق فيها طبيا وليس فقط إعلاميا أو سياسيا، إحنا بنقدر نقاوم بسرعة كل خطر وباء جديد. طيب. نعم. بروفيسور، يعني أخيرا نبى منك كلمة أو تعليق أخير على اللي قاعد يصير حاليا بخصوص هذا الفيروس، وما هي الحلول والابتكارات المهمة نفس ما ذكرت مثل التعاون الدولي. نعم، الفيروس اليوم في نقاش، يعني رجعنا أخرى مرة نناقش عن أصل الفيروس كورونا فيروس، أو هل هو في مختبر أو مش من مختبر. عشان هيك لازم احنا يخضع عنا الطب والصحة، لها دور مهم في كل دولة وفي كل نظام صحي دولي، وعشان مراقبة الكسم الفيروسات والوبائات. قبل كورونا فيروس الاهتمام في هذا الموضوع كان قليل أو موجود فقط في بعض الدول أو بعض المحافظات. نتعلم الأشياء الإيجابية، نتعلم من الكورونا فيروس إنه لازم كل دولة يخضع عندها قسم متخصص لمقاومة الفيروسات، البكتيريا، الأمراض المعدية، وفي نفس الوقت لازم نحل مشكلة البيئة والتلوث والصناعة، قديش بتلوث في العالم، والأمراض المرتبطة كثيرة في الصحة والبيئة.
نعم صحيح. بالفعل أكيد بروفيسور نقاط مهمة ذكرتها لنا، كل الشكر الجزيل لك على يعني هذه النقاط المهمة اللي أنت ذكرتها، شكرا جزيلا على كونك معنا اليوم كضيف في مساء الإمارات. شكرا. شكرا لك. شكرا شكرا والسلام عليكم وشكرا للجميع.